وزارة القوى العاملة والهجرة أعلنت أن يوم وقفة عرفات وأول وتاني أيام عيد الأضحى ده هيكون أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2013. نهد العشري وزيرة القوى العاملة في حكومة تيسير الأعمال قالت أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة لأجر عن هذه الأيام مثلي الأجر.